الثاني اللي معنا موضوع تيسير الجاسم. في اخبار تقول مصادر خاصه بالكوره انه الاهلاوي مزعجين جدا 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 مما حدث في تيسير الجاسم في المباراه النهائيه للمنتخب السعودي وعدم اشراكه. وفي بعض التفاصيل تقول انه تم ابلاغ تيسير الجاسم بانه عدم اشراكك في المباراه النهائيه وهو لانك مرهق. وبعدين تم ابلاغه بانه لا، الهدف من اشراك من عدم اشراكك يا كابتن تيسير هو مفاجاه المنتخب القطري بطريقه جديده، بحيث انه يكون في مكانك خطير يا اخي المدرب سلمان الفرج. انا قاعد اقول لك اللي صاير الحين، قاعد هو خطير المدرب مو بخطير المدرب، انا اقول لك اللي صاير خطير اللي وصوه ما هو حلو. والاوساط الاهلاويه جدا جدا متضايقه من اللي صار للكابتن في هذا الموضوع، على خلفيه انه الموضوع ان اللاعب يعني شعر بكثير من الاحباط